السحلب تكفي اربعه اشخاص المقادير لتر او 4 اكواب حليب ثلاث ملعقه طعام نشاء نصف ملعقه صغيره مسكه مطحونه مع ملعقه صغيره سكر سكر حسب الرغبه قرفه مطحونه للزينه حبيبات شوكولا للزينه طريقه التحضير في وعاء صغير نخلط مئه مل حليب مع النشاء نسخن بقيه الحليب في طنجره ونضيف له السكر والمسكه مع التحريك المستمر، نضيف مزيج الحليب والنشاء ونستمر بالتحريك حتى الغليان، نصب السحلب في اوان فردية، ونزينه بالقرفة وحبيبات الشوكولا لمزيد من الوصفات، زوروا موقع www.basmati.com